قبل ما نكمل بقى حسام، اخبرنا في الحقيقه خبر عاجل دلوقتي نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بانه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برساله للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسيه واعاده انتخابه رئيسا للتركيه لفتره رئاسيه جديده. ده اخبار عاجله لسه بترد حالا بعد طبعا ما تابعنا مع حضراتكم نتائج الانتخابات الرئاسية التركية واللي أشارت إلى فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة واحتفال أنصاره في الشوارع وأيضا إلقاؤه لي خطاب الفوز. يعني يبدو الآن أنه تتوالى التهاني من الرؤساء وزعماء الدول، وأشارنا دلوقتي إلى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجب طيب أردوغان الرئيس التركي. هنروح معاكم بقى ليه موضوع تاني وعايزين تصحصحوا معانا شويه في الموضوع ده. وبعدين من الملاحظ ان احنا بقى لنا فتره هيبه الناس كلها بتشتكي من تطور النصب الالكتروني باشكال مختلفه وبطرق متعدده ودخول الهاكرز وناس كتير بتتهكر موبايلاتها وحساباتها، وانا لسه طالع كمان من مشكله بسبب القصه دي لانه اصبحت ظاهره منتشره. يمكن واحد من فصولها تقرير بيحذر من انتشار موجة جديدة من هجمات التصيد الاحتيالي. فين بقى المرة دي؟ على منصة لينكدين، ودي بتستهدف الباحثين طبعا عن العمل، وكمان احيانا بيبقوا باحثين مرموقين. حتى لينكد ان ما سلمش من محاولات النصب، مش معقول. واحيانا بيبقوا ناس مؤدبه في وظائف عاليه ومهمه وانتلكتشوال يعني، وفي طبعا ناس كتير من منطقه الشرق الاوسط وتركيا وافريقيا بيقولوا انه تم تقديم ليهم وعود زائفه بالحصول على وظائف، واحيانا بيتم طلب منهم طلبات معينه في نظير الحصول، وطبعا بيبقى هاكرز معظمهم. بس الموضوع الاخير ده على فكره ناس كتير وقعت ضحيه له. انا وانا بفتح الفيسبوك شفت اكتر من شخص بيتكلم عن او بيحذر من الطريقه اللي تم بيها الاحتيال عليه، بتتسرق الكريدت كارد او بتتسرق الارقام الخاصه بالكروت البنك برساله يعني لا يخطر ببال حد ان هي رساله نصب. بتلاقي نفسك جاي لك كده مسج او جاي لك رساله على لينكد ان بان في فرصه عمل تقدم عليها، بتدوس على اللينك تلاقي بيفتح لك فورم، حتى لو انت ما مليتش اي فورم، حتى لو انت ما كتبتش اي بيانات، هو اخذ بياناتك انت واخذ المعلومات البنكيه الخاصه بيك. انا مش عارفه ازاي الحقيقه، لكن ده اللي ممكن يجيبنا عنه. خلينا اقول لكم برضو معلومه انه الناس دي بتاخد احيانا بتعمل نفسها في مناصب زي اتش ار، مديري الاتش ار، او مثلا هم بيمثلوا علامات ازياء مشهوره او براندز او كده، عشان طبعا يديك ويهمك ان هو حد مهم وكده، فتبعت له انت بياناتك، فيبدا بقى هو بسرقه البيانات دي باشكال وطرق مختلفه. احيانا ممكن يحط لك باج تدوس عليه فيبقى بيسحب منك. بس الغريب ان هو انت دايما كنا نعرف انك لو كتبت او دخلت انت مثلا باسورد او دخلت حاجه فبيقدر يسرق بياناتك، لكن مجرد ان انت بتفتح لينك ما كتبتش حاجه ما دوستش على حاجه بيخش هو يجيب بياناتك. انا دي مش فاهمه. هنا بقى انا اقول لك لانه طب ما نسال المهندس احمد طارق. المهندس احمد طارق، اصل المهندس احمد طارق كان لسه ولا انت هنعرف. ايوه المهندس احمد طارق كان لسه معايا من اسبوع انا وهو نفس الموضوع ده ولا بنشتغل إيه؟ على محاوله احتيال حصلت عليا فجاب بالصدفه اهي. استاذ احمد طارق اهلا بيك يا باشمهندس، منورنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضراتكم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. أهلا بيك. سمعت انت اكيد بقى يا باشمهندس عن موضوع السرقه والاحتيال عبر اللينكد ان، لانه الموضوع بقى له كذا يوم منتشر، بتحصل ازاي طبعاً. القصه دي طيب في مفهوم كده هنبدا بيه الفقره اسمه الهندسه الاجتماعيه او السوشيال انجينيرنج. مفهوم الهندسه الاجتماعيه ده هو بيدخل لك من غير برامج ومن غير اي حاجه، يعني انا مش عايز الناس تفتكر ان الهاكر هم اللي قاعدين ورا الشاشه الخضراء وارقام خضراء وحروف وايميلات بتتفك والكلام ده كله كلام فاضي وكلام افلام فقط، وموجود منه فعلا، لكن الحقيقه و60 و70% من الاختراق بتتم عن طريق مفهوم الهندسه الاجتماعيه اللي هو بلا برامج وبلا ادوات وبلا اي حاجه، فقط بالعقل البشري. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان انا دلوقتي عارف استاذ حسام. لا بعد ما عرفت استاذ حسام خلاص انا عارف، بتابعه بقاله اسبوع مثلا، بقالي اسبوع عمال اتابعه واسبوع اخد بيانات منه، اصدقائه مهتم بايه، عامل ايه، مسوي ايه، فبالتالي بعد البيانات دي كلها اجمعها واشوف اهتمامه اعمل ايميل رسمي مثلا باهتمامه
وبعد ما اعمل ايميل رسمي باهتمامه كمذيع مثلا اقول له انا عندي ليك عرض وظيفه تانية. احنا طبعا احنا مش بناخدك من المحور يا استاذ حسام، ولكن احنا بنعرض عليك حاجه وظيفه تانية بمرتب تاني، هل تقبل؟ تمام. في فورم بيتبعت، الفورم ده ممكن يتزيف، ممكن يتزور، ايا كان. اول ما تخش ممكن اللينك نفسه يكون هو اللينك اللي هو الفورم اللي يعني قصدي ممكن ما يكونش فورم، انت متخيل ان هي فورم وتدوس على اللينك تلاقي بقى موبايلك باي باي. لا لا لا، هنا بقى في نقطه كنت لسه هقولها، ان مش مجرد ما حضرتك تدوس على اللينك يبقى كده موبايلك بتتهكر، مفيش الكلام ده. ولكن في سمعتك في قناه اخرى بتقول الكلام ده. انا عفوا صوت حضرتك مش واضح جدا. سمعتك في واقعه اخرى على قناه اخرى قلت الكلام ده قبل كده. بالظبط. في ثلاث حاجات مهمه لازم كل شويه نعيد ونزيد فيها بسبب الوعي. لازم نوعي المواطنين ازاي يستخدموا السوشيال ميديا والانترنت بالطريقه الصحيحه. من ضمنها ان اللينكات اللي بتجيلك دوستك عليها خطر جدا، بس مش هتخترق، لكن تسحب بيانات منك مثلا غير واضحه، لكن مثلا الرقم ممكن تحدد مكانك بطريقه غير واضحه، ممكن ينزل منها ابلكيشن من خارج المتجر ينتهي خصوصية الموبايل كلها. ممكن اللينك ده 70% منه بتكون صفحات مزورة اللي هي سكامة بمصطلحاتنا احنا، او صفحة تبقى الاصل من الصفحة الاصلية، فبالتالي بيسحب حساباتك على السوشيال ميديا، يسحب اكونتاتك. هنا بقى نيجي النقطة، مجرد ما سحب حساب حضرتك على الفيسبوك زي ما حضرتك مثلا موحد الباسوردات والناس كلها اغلبها موحده الباسوردات على المنصات، وده اكبر غلط. انا مش عايز الناس توحد باسورداتها دايما، انا عايز الناس تخلي باسوردات مختلفه. شوفوا المجال بيفتح مجال تاني، ولكن نرجع للنقطه الرئيسيه، ان انت وانس ان هو ياخد الفيسبوك بتاعك هو مش هيقول للناس، انت هتفضل عيني تلف على الناس كلها ومش هتلحق. لكن هو بمجرد اللفه دي ايه اللي بيحصل؟ بيكون لف على 3-4 تانيين. ازيك انا حسام عامل ايه؟ بقول لك انا عامل جروب معين بيتكلم عن الاعلام وكده، بالله عليك خش معايا عشان خاطر بقى ايه يتكلم بنفس طريقتك. هو والله العظيم حصلت معايا بالظبط اللي انت بتقوله ده، كانه سيناريو. ها بالظبط، لقيت واحد قايل ان هو انا بيدعو الناس لكورسات على اساس ان انا اتكلمتني وانا حليت لك المشكله كلها. لا دي مشكله قبليها، ما انا يعني ده مشاكلك كتير يا حسام. انا على طول شغالين معايا. الله ينور. انا بشكرك طبعا استاذ احمد. انا عايزك تيجي بقى حلقه نتكلم عن التامين وطرق التامين المختلفه. دي مهمه جدا. واللي احنا عملناه مع بعض في بره نعمله بقى للناس عشان نشرح لهم على الموبايل وعلى التلفزيون حقيقة. يامنوا حساباتهم ازاي، والتو فاكتور اوثنتيكيشن والحاجات اللي انت علمتها لي دي.